دابا هاد السيد تيصلي بحالكو معانا في الجامع. قال لي مني تنخرجو من الجامع لي يلا مع الدار نعطيك شي كشي باش تقراهم. مني تاني مع الدار حين لي بحالكو سروالي واغتصبني لي تقول شي واحد نقتلك. واش نطلع منكم تاخدو لي حقي من والسيرة معدي عليني. قلت الناس فعلوك ما قدروش ما قدرش نقول لي خرج من الصداع فعلوك. كان يقول لي تقول لداركم نقتلك نقتلك وندفعك ونتك القزانة نبيعك. اه ما قالوش قلت الناس يصليو معي. بسم الله الرحمن الرحيم. زهيرة فندور فاعلة جمعوية. كيف ما كتشوفوا هاد الحالة هادي ديال هاد الاغتصاب ديال هاد الطفل اللي في عمره 16 سنة. تلقيت اتصال من عند الوالدين ديالو نهار الخميس في الليل بعد ما تم القبض ديالو من عند رجال الدرك الملكي اللي كنوجه لهم واحد التحية كبيرة اللي كيكونوا يعني كيجيو في الوقت المناسب. بدينا الإجراءات نهار الجمعة. دفعوا الخبرة مشينا لبنو رشد. من بعد خرجت الخبرة. نهار السبت في الصباح تقدم عند وكيل العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. من بعد مشى المجرم العكاشة مازال ما تحكمش. هذا المجرم في عمره 54 سنة. هل يعقل أن رجل عنده 54 سنة يغتصب طفل باش كيديها الطفل هذا كيقول له يلا نمشي كيمشي كيديه للمسجد كيصلي هو وياه كيقرأ هو وياه القرآن. قال له يلا معايا للدار غنعطيك واحد الكتيبات تقراهم. مشى معاه الولد ونشربوا كاس ديال اتاي. مشى معاه الولد هتك ليه العرض ديالو ماشي مرة ماشي جوج. واش هاد الشيء في بلادنا؟ وهذا الشيء يعني احنا كنقولوا ان الامهات هذه رساله كنوجهها لجميع الامهات ولجميع الاباء. حضيوا وليداتكم. راه هذا الشيء ما بقاش كيدخل العقل. كيفاش واحد دا واحد الوليد يلا نمشي للمسجد ويلا تمشي تقرا القران وهتكوف هتك ليه العرض ديالو. من بعد كيقول له مني المجرم كيقول انه عنده ضعف جنسي ما يمكنش يدير هذا الشيء. عنده ضعف جنسي ما يمكنش يدير شاد جنسي ما يمكنش يقوم بهذا الشيء اللي وقع. وشنو هو داك الشيء بالنسبه اللي كتقول الخبره وكيقول الطبيب الشرعي كاين فيه هذا الشيء؟ اللي واجب علينا حنا كمجتمع مدني نوقفوا مع هذه الحالات هذو، خصوصا ان الطفل عنده ان غوتار عنده مرض توحد يعني ماشي طفل عادي. والوضع ديالهم وضع مزري يعني ناس على قد الحال وقل كاع. انا كنوجه واحد الرساله عاود للمجتمع المدني كنقول لهم نوضوا بهاد الحالات هادو. الا ما جيناش نتكلموا عليهم حنا شكون اللي غيتكلم عليهم؟ شكون اللي غيسمع صوته؟ شكون اللي غيسمع صوت هاد الاطفال هادو؟ وفيما يخص المؤسسات اللي كتهتم بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، علاش سديتوا الباب قدام في وجه هاد الولد هذا؟ مني جا كتقولوا للوالدين ديالو ان ما عندكمش هاد الحالات هادو. هاد الولد خاصو يتعلم، خاصو يقرا، خاصو لما كانش قرا يتعلم صنعه. هاد الشيء هو اللي خلاه يوصل لهاد الشيء اللي وقع ليه دابا. لانه لو كان شاغل وقته وكيمشي حتى هو يتعلم ما محرومش من حقه ما كانش غيوقع ليه هاد الشيء هذا. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.